كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. النبي يقول: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكر بالآخرة، لمثل هذا اليوم فلنستعد. خرجت أنا وأنت من بطون أمهاتنا أطفال صغار، الله اصطفاك وحركك وغيرك معاق، تشوف وغيرك أعمى، اصطفاك بين أكثر من 5 مليار في العالم وخلاك مسلم، فقل الحمد لله. سؤال لك يا غالي، هل تؤثر فينا كلمة إن الله يراك كما تؤثر فينا كلمة المكان مراقب بالكاميرات؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ راقب الله يا غالي. رسالة لمن يعاني من كلام الناس: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الحل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لا تحزن إن أصابتك الهموم والغموم والمشاكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى الشوكة تشاكها إلا يكفر الله بها عن خطاياك. الله يسعدكم. صبرت في الدنيا عن الملذات والشهوات، والله ما تروح هذه هباء منثورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله يجعلنا وإياكم منهم.